طيب يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، كيف حالك يا أستاذة نيلي؟ الحمد لله، أنا بخير أستاذ، وكيف حالكم؟ تمام، الحمد لله. كيف الجو الآن في تانغران؟ الجو حار، الجو حار، بل النهار السماء تمطر. لا، السماء لم تمطر. طيب، بالنسبة لموضوعنا في الدرس الماضي، هل أنت تتبعين الحية؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله. كيف الحمية؟ يعني أنا ترك السكريات كيف؟ والدهون والنشويات أيضا، أين لا شربت مثلا هواء و الماء فقط. الماء فقط، تشربين الماء فقط. طيب، لماذا تتبعين الحمية؟ أنا يصنع البدن فيه يا أستاذ. طيب، يعني الحمية تجعل بدنك يعني صحيحا، أو نعم، صحيح. وحالتك جيد. طيب، هل أنت تمارسين الرياضة أيضا؟ نعم، أمارس الرياضة أيضا. حتى كل يوم الآن. كل يوم، ما شاء الله، جميل جميل. يعني أنت تريدين أن تكون صحيحا، صحيحة. طيب، نعم. بالنسبة للأمراض، هل أنت تشعرين بأي مرض؟ ما زلت الحمد لله أنا في هل أنت يعني بصحة، بتمام الصحة؟ الحمد لله أنا في صحة وعافية أستاذ، لكن تعبان طيب، قليلا الحمد لله. قليلا طيب، قليلا إذا فقط. ما لديك، نعم، ما في مشكلة. يعني مثلا هناك أمراض سكري مثلا، أو ضغط الدم، أو أمراض القلب لا الذي أصاب بعض الإنسان، بعض الناس. الحمد لله، لا الضغط عادي والسكريات أيضا والقلب سليم، والقلب الحمد سليم، لله، قلب الحمد سليم لله. أستاذ الحمد طيب، لله. شكرا لك يا أستاذ، شكرا لك يا شكرا أستاذ أستاذ. أنيلي. جميل، حياكم الله. والآن أتكلم مع أستاذ لقمان الحكيم. السلام عليكم يا أستاذ لقمان الحكيم. أستاذ لقمان، السلام عليكم يا أستاذ لقمان. وين أستاذ لقمان؟ ذهب. طيب، نتكلم مع وجود لا. طيب، نتكلم مع أستاذ خير الدين. السلام عليكم يا أستاذ خير الدين، افتح الميكروفون وعليكم أولا. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ؟ كيف حالك يا أستاذ؟ تمام الحمد الحمد لله، لله أنت كيف الحمد حالك؟ لله أستاذ، أنا بخير. هل أنت في البيت الآن؟ نعم، الآن أنا في بيتي. في الأسبوع الماضي أين كنت؟ أنا في أنا أعترف ها؟ في أين؟ في كمبيوتر أفضل. ماذا تقول؟ في الشركة يعني؟
عفوا يا أستاذ خير الدين، الصوت ليس واضح يعني. نعم، أعتذر، بغيتك، الصوت ليس واضح، الصوت، الصوت ليس واضح. بس، نعم، طيب بغيتك. طيب أستاذ خير الدين، هل لديك عسل في البيت؟ والله ليس ذلك يا جماعة، هل أنتم تسمعون صوت أستاذ خير الدين؟ طيب، يكفيك يا أستاذ خير الدين، ربما نتكلم بعد هذا، لكن أولا أريد أن أتكلم مع الآخر أولا. طيب شكرا لك يا أستاذ خير الدين، شكرا. طيب، الآن نتكلم مع أستاذة ميرنا. السلام عليكم يا أستاذة ميرنا، وعليكم حياكم السلام الله، ورحمة الله وبركاته أستاذ. ألو، هاي، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد الذي لله. قدر، ما زلت يعني في الأسبوع أسعى. الماضي هناك، ما زلت ماذا؟ يعني الصوت يتقاطع يا جماعة، ما زلت ماذا؟ أسعى أستاذ. طيب، ما في مشكلة. أستاذة ميرنا، أنا ماذا تفضلين، أن تكون سمينة أو نحيفة؟ نحيفة أستاذ، أفضل نحيفة، نحيفة، لكن أنا لماذا؟ أمينة جدا. طيب ما في مشكلة، لماذا تفضلين أن تكونين سمينة؟ لا، نحيفة، لماذا؟ لأن سمعت، لأن لأن طيب النحيفة صحة. لأن النحيف علامة الصحة، علامة الصحة، سلامة لأن نعم، لأن النحيف أو نحيفة علامة الصحة. جميل. بالنسبة للوجبات، كم وجبات تأكلين في اليوم؟ وجبتين أستاذ. وجبتين. جميل جميل. هل تشربين السكريات أيضا كل يوم؟ نعم، أتناول السكريات أستاذ. تتناول ماذا؟ نعم، قليلا السكريات. هل أنت تتناول قليلا قليلا؟ قليلا، جميل. وهل أنت تتناولين الدواء كل يوم؟ نعم، أنا أتناول الدواء، أطول جميل. يعني أنا سمعت أنك لديك مرض السكري، هل هذا صحيح؟ نعم. لذلك لازم أن تحافظ على عدد السكر الذي دخل إلى البدن. طيب، شكرا لك يا أستاذة فيشادونا، يا أستاذة فيشادونا، أستاذة ميرنا، يعني أستاذة فيشادونا قبل قليل دخلت. طيب، والآن لحظة يا جماعة، لحظة، أنا أريد أن أغلق المصباح هنا، لحظة.
السلام عليكم. طيب، والآن نتكلم مع أستاذ لقمان، موجود؟ السلام عليكم يا أستاذ لقمان، موجود أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. الحمد لله. أستاذ لقمان، هل أنت نحيف؟ لا أنا سمين أستاذ. سمين، هل تريد أن تكون نحيفا؟ نعم أستاذ، أنا أريد نحيفا. طيب، كم وجبة تأكل في اليوم؟ ثلاث وجبات أكل في ثلاث اليوم. وجبات. هل تشرب القهوة كل يوم؟ لا أنا لا أشرب قهوة. القهوة، ما تشرب. طيب، وهل تمارس الرياضة؟ أحيانا إذا أحيانا لا أحيانا تمارس الرياضة. يا دوب. طيب، لا بأس، أنت تريد أن تكون نحيفا، ولكن يعني لا، ما في مشكلة، أنت تأكل ثلاث وجبات، ما تمارس الرياضة، المهم أنك في صحة الآن، هذا هو الأهم. هل تشرب العسل كل يوم؟ لا أنا أشرب العسل أحيانا أستاذ، لا كل يوم. يعني لكن، وهل تتبع الحمية؟ الكيمياء أنا صوم اثنين وخميس. طيب، تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولكن هذا ليس الحمية، هذا الصوم، هذا الصيام، ليس الحمية. طيب، لا بأس، لا بأس، لا بأس، المهم أهم شيء أن تكون صحيحا سليما بدون أي مرض وداء. طيب، شكرا لك يا أستاذ لقمان. الآن نتكلم مع أستاذ أنس. أستاذ أنس، السلام عليكم يا أستاذ أنس، سلام عليكم. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير، تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب أستاذة أنا، هل أنت تتبعين الحمية؟ نعم سر، نعم هل سر. أنت تتبعين الحمية؟ الحمية في الأسبوع الماضي، الحمية، حمية وقالت المخطوطة أبا أيوة. الصوت كنا طيب بقول أستاذة أنا، كم وجبة تأكلين في اليوم؟ وجبتين أستاذ، أبا itu suaranya kok ada di belakang. نعم، لأن هناك يعني أمام البيت هناك طالبات يقرؤون Oh, القرآن. ya takut ya anak. وأنا Jabat-jabatan لا lain Ustaz. أتبع. طيب، وجبتين، Ya. وجبتين في كل يوم. وهل تمارسين الرياضة؟ نعم أنا رياضة. Treadmill apa Ustaz؟ Treadmill apa Ustaz؟ نعم، Treadmill, treadmill. Treadmill. Kan؟ صوت صوت الجري، صوت الجري، لا الرجال 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 في يوم طيب، ساعة 30 menit apa tuh؟ ساعتين، Salah ساعتين، ساعتين في هذا يوم. كثير جدا، Nah, Ustaz؟ ساعتين في اليوم، 30 menit. نصف ساعة. Nusu saat fil yaum ula yaum طيب،
عفوا وهل صوارنya أستاذ putus-putus. هل تقابل الطبيب؟ الصوت أستاذ في بيتي putus-putus أستاذ صوارنya تفضل. jadi kurang jelas. أنا سأحمل. عفوا أستاذ. لحظة لحظة. ما في مشكلة. Suaranya Ustadz putus-putus juga di tempat saya. كيف الصوت الآن يا جماعة؟ الصوت في واضح؟ بعدين واضح، طيب. طيب، شكرا لك يا أستاذة أنا، الآن أريد أن أتكلم مع أستاذة أريزا، السلام عليكم يا أستاذة أريزا. وين أستاذ أريزا؟ أستاذ أريزا موجودة؟ إذا كان لا يوجد فالآن أتكلم مع أستاذ فيتادونا. السلام عليكم يا أستاذ فيتادونا. أستاذ فيتادونا موجودة؟ أين أنتما يا جماعة؟ لحظة، هل صوتي واضح؟ Jadi suara apa Ustaz di tempatku tuh suara yang baca Al-Qur'an lebih kenceng daripada suara Ustaz gitu loh Ustaz. هذا غريب لأن الطالبة بعيدة شوي. هل هذا يحدث في هل هذا يحدث في أكثركم يا جماعة؟ يعني صوتي ليس واضح؟ واضح أستاذ تبي ماشي رمي. طيب لا بأس، لكن هذا يعني بعد 20 دقيقة سينتهي. بعد 20 دقيقة. بعد 15 دقيقة. طيب لا بأس، الآن واصل. طيب يا جماعة، الآن أتكلم مع أستاذة أريزا. السلام عليكم يا أستاذة أريزا. ممكن السلام عليكم يا أستاذة أريزا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف أستاذ. حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أستاذة أريزا، هل أنت تتبعين الحمية؟ هل أنت تتبعين الحمية؟ كيف؟ هل صوتي واضح؟ واضح. واضح. هل أنت تتبعين الحمية؟ تتبعين الحمية؟ يا جماعة، رغم أن صوتي واضح ولكن أنتم لا تقرؤون في البيت، هذه مشكلة. كيف تفهمون كلامي؟ كيف تفهمون سؤالي إذا أنتم ما تقرؤون الكتاب في البيت؟ هذه مشكلة يعني. لو سمحتم اقرأوا الكتاب، اقرأوا الموضوع، اقرأوا موضوع العسل، موضوع السمين والنحيف، والموضوع الحمية، هذا مهم جدا. يعني نحن نريد أن نتعلم، فلازم علينا أن نقرأ الكتاب لكي يزداد المفردات ويزداد الجمل ويزداد بعد العبارة. هل فهمتم كلامي يا جماعة؟ إن شاء الله فهمنا. هذا واضح يعني. قبل كل الدرس، قبل كل الدرس، لو سمحتم اقرأوا الكتاب ربما 10 دقائق فقط، يكفي 10 دقائق.
تفهمون معنى الحمية، تفهمون معنى العسل النحيف والسمين. هذه موضوعنا في الأسبوع الماضي. طيب لا بأس، الآن خلاص نحن نواصل الدرس، نواصل مباشرة. أنا سأريكم العروض التقديمية، لأن الوقت الآن الساعة 8:20، لذلك أنا لن أطيل عليكم. طيب الآن افتحوا الكتاب صفحة 13. طيب افتحوا الكتاب صفحة 13 خلاص. طيب هذا درسنا الليلة، زمن الفعل. طيب الفعل يا جماعة، هناك 3 أنواع من الفعل، ولكن الآن نحن لن نتكلم هذا، نحن نريد أن ندرس زمان الفعل. زمان الفعل، زمان يعني وقته، وقت الفعل. هناك فعل الماضي يعني يتكلم عن زمان قديم، وهناك زمان الحاضر الآن يعني الآن، وزمان المستقبل، زمان المستقبل الذي سيحدث غدا مثلا، غدا أو بعد 3 أيام، بعد 3 أيام، هذا زمان المستقبل. زمان الماضي زمان قبل هذا اليوم. مثلا المثال، الآن أي يوم الآن؟ يوم الثلاثاء. أي يوم يوم الآن؟ الآن الثلاثاء. يوم نعم يوم الثلاثاء، الآن يوم الثلاثاء، هذا زمان الحاضر يوم الثلاثاء. الماضي يعني بالأمس، أي يوم بالأمس؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين، صحيح. والمستقبل يعني غدا، أي يوم غدا؟ يوم الأربعاء. صحيح، يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، صحيح. إذا الحاضر يعني الآن، والماضي يعني قبل الآن، والمستقبل يعني بعد الآن. طيب ننظر إلى المثال، زمان الماضي، الفعل الماضي، حدث، تزوج، اعتمر، سافر. هذه هي الأفعال الماضية، حدث، تزوج، اعتمر، سافر، ثم بعد ذلك حاضر، زمان الحاضر. زمان الحاضر يا جماعة، زد هذا الحروف في بداية الأفعال، زد حرف الياء أو حرف المضارعة في بداية الأفعال. يحدث، حدث، يحدث، حدث، يحدث، تزوج، يتزوج، تزوج، يتزوج، اعتمر، يعتمر، اعتمر، يعتمر، سافر، يسافر، سافر، يسافر. يعني هناك زيادة حرف الياء في بداية كل كلمة. طيب هذا هو فعل الحادث، يعني مثلا الآن أنا أذهب إلى المدرسة، مثلا الآن أنا أذهب إلى المدرسة، بالأمس أنا ذهبت، بالأمس أنا ذهبت إلى المدرسة. طيب وهناك زمان المستقبل، في زمان المستقبل زد كلمة سوف، سوف، أو كلمة أو حرف السين. المثال، يحدث سيحدث، يتزوج
سوف يتزوج، يعتمر سوف يعتمر، يسافر سوف يسافر. هل فهمتم هذا؟ زمان الفعل. I'm not sure. الحمد لله إذا فهمت. المهم هذا زمن الحاضر للوقت الآن، الآن الآن. وزمان الماضي يعني قبل الآن، وزمان المستقبل بعد الآن. ننتقل إلى التدريب. اختر الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. يا جماعة هناك ثلاثة خيارات: سافر، يسافر، سيسافر. أيهما مناسب؟ أخي غدا إلى مكة. هناك كلمة غدا، غدا يعني، لذلك الكلمة المناسبة هنا يسافر، يسافر ليس سافر، لأن الوقت غدا. غدا مناسب بكلمة سيسافر. طيب ننتقل إلى رقم واحد. من يريد أن يجيب رقم واحد؟ أنا أستاذ. طيب تفضل يا أستاذ خير الدين، اقرأ ثم اختر الجواب. أخي يسافر الآن إلى مكة. نعم صحيح، أخي يسافر الآن إلى مكة. لماذا الجواب يسافر يا جماعة؟ الآن. نعم لأن الوقت الآن، الآن يسافر. أخي يسافر الآن إلى مكة. صحيح أنت يا أستاذ خير الدين. رقم اثنان، أستاذة ميرنا تفضلي. أخي سافر أمس إلى مكة. نعم صحيح، أخي سافر أمس إلى مكة. لماذا الجواب سافر؟ الوقت أمس. نعم لأن الوقت أمس، أمس يعني قد حدث. ثلاثة، أستاذ لقمان يلا تفضل. الكتابة قبل يومين، قبل يومين. قبل يومين. قرأت. نعم صحيح، هدى قرأت الكتاب قبل يوم، يعني هذا فعل ماضي. هدى قرأت الكتاب قبل يومين، قبل يومين، قبل يومين يعني مثلا الآن يوم الثلاثاء، قبل يومين قبل يومين يوم الأحد. طيب هدى اسم مؤنث يا جماعة، الأصل في اسم هدى اسم للمؤنث للمرأة. أنا لا أدري لماذا في إندونيسيا هدى هذا اسم المذكر. أنا عندي صديق اسمه نور الهدى، هو ذكر يعني نور الهدى، ولكن الأصل هدى اسم مؤنث هدى. طيب رقم أربعة، أستاذة في شدونة يلا تفضل. هدى تقرأ الكتاب الآن. نعم هدى تقرأ الكتاب الآن، لماذا تختارين تقرأ؟ لأن الآن الوقت. نعم لأن الوقت الآن، صحيح. الأخير رقم خمسة، أستاذة أنا. نعم أستاذ. هدى ستقرأ الكتاب بعد غد، بعد غد، عفوا بعد غد، بعد غد. نعم صحيح، هدى ستقرأ الكتاب بعد غد. لماذا الجواب ستقرأ؟ ستقرأ بعد أستاذ، بعد لأن الوقت بعد لأن غد. لأن الوقت بعد غد. نعم لأن الوقت بعد الغد. طيب فهمتم هذا يا جماعة؟ المهم يعني الخلاصة
إذا كان الوقت قبل الآن، يعني بالأمس أو قبل يومين، قبل أسبوعين، فالفعل هو فعل الماضي. وإذا كان الوقت الآن، فالفعل هو فعل المضارع. وإذا كان الفعل في المستقبل، نحن نزيد كلمة سوف أو نزيد حرف السين، مثل سيذهب أو سوف يذهب. طيب، طيب، تدريب اثنان. هذا يا جماعة اكتبوا في الكتاب فعل ماضي وحاضر ومستقبل، ابحث هنا، فعل يسكن، هل هذا ماضي أو حاضر أو مستقبل؟ حاضر. حاضر. حاضر يسكن. ثم بعد ذلك سيفكر، هل هذا حاضر ماضي أو مستقبل؟ مستقبل. مستقبل. سيفكر، صحيح. ثم يأخذ، هل هذا ماضي حاضر أو مستقبل؟ حاضر. حاضر يأخذ. أستاذ لقمان أحسن، هل هذا حاضر ماضي أو مستقبل؟ أحسن. 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 أحسن حاضر. ماضي. هل حاضر؟ ماضي. 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 أحسن. نعم أحسن حاضر. إذا كان حاضر فهناك حرف الياء يا أستاذ لقمان. حرف الياء في بداية. يا يسكن يأخذ. طيب سيتناول، أي فعل هذا يا أستاذة ميردا؟ أستاذة ميردا. نعم أستاذ. سيتناول. يتناول. سيتناول مستقبل. مستقبل. طيب سيتناول في المستقبل. سوف ينجح. أستاذة إيفا، أي فعل هذه هذا؟ يوم نفسك يوم هذا سوف ينجح. سوف ينجح مستقبل. مستقبل صحيح. سوف ينجح. طيب يفعل خلاص. سافر. أستاذة نيلي، أي فعل هذا؟ ماضي. ماضي نعم. سافر صحيح. سيقرأ. أستاذة لقمان. أستاذ لقمان. مستقبل. سيقرأ مستقبل صحيح، يعني هذا سهل جدا. اشترى. اشترى في شادونا. ماضي. ماضي صحيح. ثم يشعر. أستاذ خير الدين. حاضر. 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 ثم سيسمع. أستاذ ميرنا. مستقبل أستاذ. صحيح. سيسمع. ذهب. أستاذ ريزا. ماضي. ذهب ماضي صحيح. يشتكي. أستاذ رنادي. حاضر أستاذ. حاضر صحيح. يشتكي حاضر. أمر. أستاذ إيفا. أمر في الماضي أستاذ. نعم في الماضي. ينقص. أستاذ في شادونا. حاضر. ينقص نعم صحيح.
طيب يعني هذا سهل جدا. المهم إذا كان فعل حاضر فهناك حرف الياء أو حرف المضارع في بدايته، وإذا كان في المستقبل فهناك زيادة حرف السين أو كلمة سوف، وإذا كان الماضي فلا زيادة في بدايته. هل لديكم سؤال يا جماعة؟ خلاص واضح؟ واضح جدا. نعم الحمد لله. الآن نحن نواصل إلى الدرس التالي، يعني القراءة. عفوا ليس القراءة ولكن الاستماع. الاستماع، انظر إلى كيف حالكم يا جماعة؟ أنتم بخير ما هذا؟ ما هذا؟ لا أدري. هل سمعتم الصوت؟ نعم سمعت. من أين هذا الصوت؟ لا أدري. يعني هذا صوتي ولكن أنا لا أقول شيئا. نعم. نعم هذا صوتي. طيب طيب. طيب الآن فهم المسموع، انظر إلى هنا. استمعوا جيدا ثم بعد ذلك نحن سنجيب الأسئلة. استمعوا جيدا. هذا استمعوا جيدا. بسم الله. الوحدة الأولى، الدرس التاسع. هل الصوت واضح؟ فهم المسموع. واضح. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. شعرت فاطمة قبل 10 سنوات بآلام شديدة، أصبحت تنام كثيرا ولا تستطيع العمل. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة التي فحصتها وقالت لها: أنت مريضة بالسكري، اتبع الحمية ومارس الرياضة، وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري والأنواع التي لا يتناولها. كانت هذه المقابلة قبل 10 سنوات. لم تذهب بعدها فاطمة إلى الطبيبة ثانية فهي بخير وصحة جيدة ولا تشعر بآلام السكري، لأنها منذ 10 سنوات تتبع الحمية وتمارس الرياضة كل يوم. أولاً شعرت فاطمة بآلام. طيب هذا هو النص الاستماع، هل أنتم تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ أو يكفي؟ مرة ثانية؟ طيب استمعوا جيدا. هذه قصة فاطمة التي شعرت بآلام ثم ذهبت إلى الطبيبة وماذا فعل؟ استمعوا جيدا. الوحدة الأولى، الدرس التاسع، فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع حول الحرف المناسب. شعرت فاطمة قبل 10 سنوات بآلام شديدة، وتستطيع العمل. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة التي فقالت لها: مريضة بالسكري، اتبع الحمية ومارس الرياضة، وفي هذه الورقة أنواع الطعام والشراب التي يتناولها مريض السكري والأنواع التي لا يتناولها. كانت هذه المقابلة قبل 10 سنوات. لم تذهب بعدها فاطمة إلى الطبيبة ثانية فهي بخير وصحة جيدة ولا تشعر بآلام السكري، لأنها منذ 10 سنوات تتبع الحمية وتمارس الرياضة كل يوم. أولا طيب شعرت هذا هو قصة فاطمة التي ذهبت إلى الطبيبة لأنها شعرت بآلام. طيب
سؤال رقم واحد، أستاذ لقمان تفضل اقرأ السؤال ثم الجواب. أستاذ لقمان. نعم أستاذ. يلا تفضل رقم واحد. تارت فاطمة في آلام في روسها. شعرت فاطمة بآلام في رأسها. لا 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 يا سر، ليس صحيح. الآخر الآخر شديدة شديدة. نعم، شعرت فاطمة بآلام شديدة. نعم، الجواب ب، شعرت فاطمة بآلام شديدة. طيب أستاذة أريزة، أي مرض التي شعرت به فاطمة؟ هل فهمت سؤالي؟ مرض، أي مرض الذي أصابت، أي مرض الذي أصاب فاطمة؟ يا جماعة الآخر أجيبوا. أصاب سكرية. نعم سكرية. أصابها سكري، مرض السكري. هل فهمت معنى مرض السكري يا جماعة؟ يعني هناك كلمة سكر، سكر التي نشتريه في السوق، سكر. إذا كان نحن نشرب القهوة ففي القهوة هناك سكر، وفي الشاي أيضا هناك سكر، ولكن إذا تناولت السكر كثيرا فأنت ستصيبك مرض السكري، مرض السكري. فهمتم معنى مرض السكري؟ فهمت. نعم، مرض السكري يعني مرض بسبب السكر، سكر الذي في البدن يعني في الدم، الدم الذي فيه نسبة كثيرة من السكر. طيب إذا فاطمة شعرت بآلام شديدة، الجواب شديدة. طيب رقم اثنان، أستاذة في شادونا يلا تفضلي. مريض سكري جيم يتبع حميته ويمارس رياضه. نعم صحيح، فاطمة يتبع الحمية ويمارس الرياضة. لماذا يا أستاذة في شادونا، لماذا هي تتبع الحمية وتمارس الرياضة؟ لماذا؟ لأن هي مريض السكري. لأن هي مريضة السكري. نعم صحيح. ثلاثة، أستاذة إيفا تفضلي. ذهبت فاطمة إلى الطبيبة قبل 10 سنوات. نعم، قبل 10 سنوات، يعني قبل 10 سنوات ذهبت. انظر إلى هنا يا جماعة، إذا كان الفعل ماضي قبل 10 سنوات فالفعل ماضي، ذهبت، لا نقول تذهب، لا هذا ليس صحيح. الصحيح ذهبت، ذهبت فاطمة إلى الطبيبة قبل 10 سنوات. صحيح. أربعة، أستاذ خير الدين. فاطمة الآن تقابل الطبيبة. تقابل الطبيبة؟ لا لا لا، صحيح ليس. تتناول الدواء. تتناول الدواء أيضا ليس صحيح. فاطمة لا تقابل الطبيبة. نعم فاطمة الآن لا تقابل الطبيبة. لا تقابل.
لا تقابل الطبيبة. أستاذة نالي، لماذا هي لا تقابل الطبيبة؟ لأنها هي بالصحة قبلها هي تتبع الهمية ويمارس الرياضة. نعم صحيح. لماذا هي لا تقابل الطبيبة؟ لأنها الآن في صحة وعافية، يعني هي بخير الآن، هي تتبع الحمية وتمارس الرياضة. 5 على خير. أستاذ رونالدي، Atau اتفضل. tipe B batu Fatima warokotan fiha anwa atau ami wasyarib والشراب. wasyarob طعام والشراب، صحيح. أعطت الطبيبة فاطمة ورقة فيها أنواع الطعام والشراب. ما المقصود من هذا يا جماعة؟ هل أحد يشرح لنا؟ أي ورقة هذا؟ تفضل. أي ورقة هذا؟ لا أحد يشرح. أستاذة في سدانة، أي ورقة هذه؟ Waroko apa ya namanya itu? ليس اسم، ليس اسم، ولكن اشرح لنا أي ورقة هذا، يعني ماذا في الورق؟ Oh, بمعنى pihak siapa ini? الطبيب Pihak يكتب بالطبيب. مثلا الطبيب واحدا واحدا. أنا أحاول أنواع ماذا؟ الطعام لحظة لحظة والشرب. لحظة لحظة، سؤال هكذا، ماذا يكتب الطبيب في هذا، في هذه الورقة؟ ماذا يكتب الطبيب في هذه الورقة؟ الطعام أستاذ نيلي، ماذا فيها يكتب؟ أنواع الطعام والشرب. نعم، أي طعام وشراب؟ الطعام الذي يأكله مريض مريض السكري، السكري والطعام الذي يجنبه مريض السكري، يعني الطعام الذي يأكله والطعام الذي لا يجوز أن يأكله مريض السكري. هل فهمتم؟ إذا أنت أصابك مرض السكري ثم تذهب إلى الطبيب، الطبيب سيكتب لك الورقة وفيها دفتر من الطعام الذي يجوز والطعام الذي لا لا يجوز. يجوز. نعم، المثال عصير، مثلا عصير البرتقال، هل هذا يجوز لمريض السكري؟ بدون سكر بدون سكر بدون سكر عصير البرتقال، نعم يجوز بدون سكر. مثلا الأرز، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز كثيرا. أنت نشوية تأكل الأرز لكن قليلا جدا، ربما أنا لا أدري كم، ولكن قليلا جدا. الأرز أسمر أستاذ نعم، الأرز الأسمر هذا يجوز، يجوز. نحن سنقرأ هذا الموضوع في النص، في الناس بعد هذا، يعني في المستقبل نحن سنتكلم عن الأرز الأسمر. طيب الآن تدريب، تكلم. تدريب 1، ماذا يفعل كل واحد؟ ماذا يفعل كل واحد؟ طيب رقم 1، هناك شخص يشعر بآلام شديدة في بطنه. أستاذة إيفا مثلا، أستاذة إيفا، سمعتم يا أستاذة إيفا؟
لا أدري أستاذ. طيب أستاذة إيفا، هناك شخص مثلا صديقك، صديقك مثلا يشعر بآلام شديدة في بطنه، ماذا يفعل صديقك؟ هناك شخص مثلا، لحظة، هذا شخص هو يشعر بآلام شديدة في بطنه، ماذا يفعل؟ هل هو يذهب إلى المدرسة مثلا؟ هو يتناول أها، أي يتناول ماذا؟ دواء؟ يتناول دواء، نعم. ها، ليس أي دواء ولكن دواء، يتناول دواء. أوكي، يتناول طيب، دواء. هو يتناول الدواء، وأين يشتري الدواء؟ أين يشتري الدواء؟ هو يشتري الدواء في صيدلية، صيدلية. في الصيدلية. نعم صحيح، أحسنت يا أستاذة إيفا. رقم اثنان، أستاذ خير الدين، هناك شخص مريض بالسكري، ماذا سيفعل؟ بالشكري. نعم، هل فهمتم مريض سكري؟ قول أستطيع، قول أيه. أيوة نعم، شخص يشعر ب شخص مريض بالسكري، ماذا سيفعل؟ لا طعم كثير. لا الطعام كثير. يعني مدرسة. العبارة ليس بصحيح، العبارة ليس بجيد يعني. الآخر من سيجيب؟ الطبيب الهمية وممارسة الرياضة. أي نعم، هو يتبع الحمية ويمارس الرياضة، يتبع الحمية ويمارس الرياضة. أستاذ خير الدين، الحمية يعني مثل ماذا؟ مثل ما قلت، لا طعام كثير. الحمية معناها أنت مثلا، أنت تتبع الحمية، إذا أنت لا تأكل كثيرا، مثلا تأكل وجبة واحدة في البيت، لا تأكل السكر، لا تأكل الزيت، الدهون، هذا يسمى حمية. في الأسبوع الماضي نحن تكلمنا عن الحمية وأنت ما حضرت، الآن فهمت معنى نعم الحمية. طيب أحسنت. ثلاثة، أستاذ أريزا، هناك شخص مريض بالبدانة، هل فهمت معنى بدانة؟ بصفة هذا هو بدانة، لذلك أمين هناك كلمة، ما مخاطر البدانة؟ هذا أمين الرجل، جدا. نعم لا هذا الرجل، بدانا وش هذه بدانة، انظر إلى الصورة، بصفة هذا الرجل سمين جدا، هو سمين جدا، ربما وزنه 150 كيلو. طيب هذه بدانة. طيب إذا سؤال رقم، مثال فقط يا أستاذ ميرنا، مثال رقم ثلاثة، شخص مريض بالبدانة، ماذا يفعل؟ يا أستاذ يتبع الحمية، صحيح أحسنت، التبير الكيمياء. نعم صحيح أحسنت، إذا هو يتبع الحمية. هل هناك شيء آخر يا جماعة؟ يمارس وممارس الرياضة. الرياضة، وأيضا هو يمارس الرياضة.
يمارس الرياضة ويتبع الحمية. أم هذين أمرين مهمتين جدا لمن أصابه مريض السكري ومريض البدارة. طيب رقم 4، شخص نحيف جدا. أستاذة نيلي، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعني يتناول كثيرا من الطعام، ربما أيوة. من الطعام، مثلا يأكل أرز واللحم والخبز والبيضاء والأرز والجبنة وكلها. وماذا يشرب؟ يشرب أيوة. الحليب وعصير الفواكه أيضا أيوة. والمربى، طيب، كثير من الطعام. هل هو يتناول الدواء أيضا؟ ممكن فيتامين أو كالسيوم. طيب، أحسن. إذا كثير جدا، هو يتناول كثيرا ويشرب كثيرا ويتناول بعض الدواء. طيب رقم 5، من سيجيب؟ من يريد أن يجيب؟ رقم 5، شخص يريد أن يكون صحيحا. من يجيب؟ أستاذة فيسادونا، ماذا يفعل؟ شخص يريد أن يكون صحيحا. يمارس الرياضة. يمارس الرياضة، صحيح. وماذا أيضا؟ يأكل من الطعام صحة. يأكل الغذاء الصحي. الغذاء الصحي، هل هو يتبع الحمية أيضا؟ أهم لا. لا. يا بسرعة. أهم يا أيضا. هو يتبع الحمية أيضا. يبتعدون عن السكر يا نعم، أيضا يجتنب السكريات، صحيح هذا. طيب يا الحمد جماعة، هناك لله. كلمات الغذاء الصحي. الغذاء الصحي يعني الطعام الصحي، مثل الحليب، الجبن، السمك، البيض، هذه كلها الغذاء الصحي. طيب يا جماعة، خلاص، لأن الوقت ضيق جدا، نحن لا نؤدي التدريب الثاني مباشرة. الآن واصل إلى النص. طيب انظر إلى هذا. طيب هناك النص، الموضوع الصحة بين الماضي والحاضر. طيب قبل أن نقرأ هذا النص، هناك بعض السؤال. رقم 1، أنا أريد الإجابة من أستاذة. اقرأي أولا سؤال رقم 1 ثم أجيبي. أستاذة أنا؟ نعم أستاذ. طيب تفضلي. رقم 1 أولا، من يتناول؟ نعم أستاذ. اقرأي أولا ثم أجبي. نعم. من يتناول طعاما كثيرا، النخيف أم سمين؟ أم سمين؟ سمين. 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 السمين يتناول طعاما كثيرا. سمين. نعم أكيد، السمين يتناول طعام كثيرا، إلا في بعض الأمور، مثل أنا مثلا، أنا نحيف جدا، ولكن أنا أكل كثيرا، أكل 3 وجبات، أكل الدجاج والأرز والمكرونة أحيانا.
وأكل اللحم البيض، كلها أكل، ولكن ما زلت نحيفا. أنا لا أدري لماذا، الحمد لله. لاري كمان مكانه نزلت. أنا لا أدري. أنا لا أدري. أنت مثلا لو رأيتني أكل أنتم ستعجبون، ما شاء الله هذا الطعام كثير جدا. ربما أنا أكل وجبتين في وقت واحد. طيب، أحسنت يا أستاذة. رقم اثنان، أستاذ رونالدي. ماذا تفضل، الدجاج أم السمك أم اللحم؟ لماذا؟ ماذا تفضل؟ اللحم. اللحم. لماذا؟ نعم، لماذا؟ لماذا أحب تفضل اللحم؟ ها؟ اللحم. طيب أنت تحب اللحم؟ طيب أي لحم؟ نعم، لحم الغنم أو لحم البقر أو لحم أرنب مثلا؟ قول له أستاذ. كل ما نعم. شاء الله، ما شاء الله، كل لحم تحبها. هل أنت سمين يا أستاذ رونالدي؟ سامين. لا أستاذ. سمين، ها؟ سمين أو نحيف؟ نحيف أستاذ. طيب نحيف، أحسنت. ممكن ربما أنت مثلي أنا، نحن نأكل كثيرا وما زلنا نحيفا. طيب، رقم ثلاثة، أستاذة أريزة، يلا تفضلي أستاذة أريزة. هل يدعو الإسلام إلى أكل الكثير؟ لا. هل يدعو الإسلام إلى الأكل الكثير؟ يدعو يعني يأمر. هل الإسلام ديننا، يعني ديننا الإسلام، يدعو إلى الأكل الكثير؟ الجواب أستاذ أريزة، لا أستاذ، لا يدعو. لا لا، صحيح، لا، الإسلام لا يحب الشخص الذي يأكل كثيرا. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا ماذا؟ تصرفوا. ولا تسرفوا. كلوا واشربوا يعني تفضل، كل، تفضل اشرب، ولكن لا تسرفوا. أها، لا تأكل كثيرا ولا تشرب كثيرا، كل ما يكفيك. طيب الأخير رقم أربعة، سادة إيفا. ما الذي يطبق حمية، أها، السمين أم النحيف؟ أيوه، سمين. سمين. لماذا؟ لماذا السمين يتبع الحمية؟ السمين أكون إلى نحيف. السمين يريد إلى نحيف. طيب السمين يريد أن يكون نحيفا، أن أن يكون. يكون نحيف. إذا نحن نكتب السمين يريد أن يكون، السمين يريد أن يكون نحيفا. طيب هكذا، السمين يريد أن يكون نحيفا. طيب يا جماعة، هذه هي الأسئلة التي قد أجبنا. انظر إلى صورة رقم واحد، هل هذا الرجل سمين أو نحيف؟ آمين. نعم، هذا الرجل سمين،
بل هو مريض. أي مرض هذا؟ بدأنا. نعم، هو مريض بالبدانة. بدانة يا جماعة، انظر إلى هذه الصورة، هذا الرجل مريض بالبدانة. انظر إلى هذه الكلمة البدانة، البدانة، البدانة يعني سمين جدا. طيب صورة رقم اثنان، ما هذا يا جماعة؟ برجر. ما هذا؟ برجر. صحيح، هذا برجر، هذا برجر. وهناك بطاطس أيضا، هناك بطاطس وهناك برجر. سؤالي، هل برجر هذا من طعام صحي؟ لا، لا صحي، ليس صحي. لا ليس صحي، لماذا؟ لأن طعم صاري. لأن فيها النشويات، وفيها أيضا دهون، وفيها يعني المكونات ليس صحي. جبنة. جبنة، الجبنة إذا كان الجبنة أصلية فهي صحي، وإذا كان الجبن ليس أصلية فغير صحيا. طيب طيب يا جماعة، هذا هو النص، استمعوا جيدا، أنا سأفتح التسجيل، استمعوا جيدا. أين التسجيل؟ هذا، استمعوا جيدا. الوحدة الأولى، الدرس العاشر، استمع إلى النص. الصحة بين الماضي والحاضر. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سميناً كثير اللحم والشحم، فالإنسان السمين هو الصحيح، والإنسان النحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيراً إذا وجدوا الطعام، وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. تقدم الطب كثيراً الآن، وظهر أن هناك أمراضاً تصيب الشخص السمين، وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية، فيتناولون طعاماً قليلاً ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. وأصبح الأطباء، طيب إلى هنا، إلى هنا الآن، فقرة رقم واحد، فقرة الأولى. طيب فقرة الأولى، أستاذ خير الدين اقرأ لو سمحت. علامات الصحة في الماضي أن يكون سميا كثير الشم. عفوا 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 يا أستاذ خير الدين، لحظة لحظة أستاذ، عفوا، الشبكة ليس بجيد، يعني صوتك يتقاطع. لحظة لحظة، أنا نعم نعم لذلك أنا سأحول إلى صديق. أستاذ نيلي اقرأي الفقرة الأولى. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم، والإنسان السمين هو الصحي، والإنسان النحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام، وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون المرأة ولا يحبون الزواج
ولا الزواج بالمرأة نحيفة. طيب واضح يا جماعة. علامة الصحة في الماضي، كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا، يعني في الماضي إذا كان الناس سمين فهو صحيح، في الماضي، في الماضي ليس الآن، في الماضي، في الماضي إذا كان الناس سمين فهو صحيح، فهو جميل. الرجال، كان الرجال يفضلون المرأة السمينة، كان في القديم يعني الرجال يحبون المرأة السمينة ولا يحبون المرأة النحيفة. فهمتم هذه الفقرة؟ خلاص، هل لديكم سؤال في هذه الفقرة؟ لا يوجد؟ خلاص، بس هذه علامة الصحة في الماضي، في الماضي قديم جدا. والآن كيف؟ الآن اقرأ الفقرة الثانية أستاذة في شادونا، يلا اقرأي. تقدم الطب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراض تصيب الشخص السمين، وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على مريض، أخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. طيب أحسنت، بارك الله فيك. طيب في الفقرة الثانية، هذا ضد فقرة الأولى. في الفقرة الأولى علامة الصحة في الماضي، وفي الفقرة الثانية لا، الآن نحن نتكلم عن زمن الحاضر، يعني الشخص السمين ليس صحيحا، هناك أمراض تصيب الشخص السمين، يعني إذا كان الشخص سمين فهو يعني هو يكاد أن يصيبه بعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب، السكري، وضغط الدم، وكذلك أمراض البدانة. لذلك بعض الناس يتبعون الحمية، يتناولون طعاما قليلا ولا يأكلون السكريات والدهون والنشويات. فهمتم هذا؟ نعم فهمت. يعني يا جماعة في الفقرة الأولى هذا تتكلم عن علامة الصحة في الماضي، في الماضي الناس يعتقدون أن السمين هو صحيح، هو سالم. والآن لا، الناس السمين ليس صحيحا، بل فيه يعني في السمين هناك بعض أمراض خطيرة مثل ضغط الدم، أمراض القلب والسكري والبدانة أيضا. طيب الآن فقرة الثالثة، استمعوا جيدا. ويحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين: ابتعد عن السكر، ضع قليلا منه في الطعام، لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر، لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض، ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب خلاص أستاذة ميرنا، اقرأ الفقرة الثالثة لو سمحت، من هنا إلى هنا. بسم الله. أصبح الأطباء يحذرون الناس من طعام أبيض والحليب كامل الدسم. قائلين ابتعد عن السكر قليلا منه في طعام، لا يأكل الخبز، لا تأكل الخبز أبيض، كل الخبز أسمر، لا تأكل أرز أبيض، كل أرز أسمر. فأصبح الناس يتبعون حمية، فيأكلون قليلا من اللحم أحمر وبيض، وتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. طيب أحسنت يا أستاذ. طيب هناك كلمة مهمة، أصبح الأطباء، ما معنى أطباء؟ الأطباء يا جماعة جمع من طبيب. نعم، الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض. هناك طعام الأبيض، ما معنى طعام الأبيض؟ طعام الأبيض يعني الطعام الذي لونه أبيض، مثل الأرز. نعم، وكذلك الخبز الأبيض، وكذلك الحليب أيضا. الحليب صحيحا، ولكن الحليب كامل الدسم هذا ليس صحيح. انظر إلى الصورة، أنا لدي حليب كامل الدسم، أين الحليب؟ عفوا، لا يوجد. الحليب نوعان يا جماعة، الحليب كامل الدسم والحليب أنا لا أدري ما اسمه، الحليب ناقص الدسم أو ماذا، لا أدري. الحليب كامل الدسم يعني الحليب الذي فيها الدهون. الدهون، نعم، الدهون كثير، كثير الدهون. المثال في إندونيسيا هناك الحليب مثل أولترا ميلك هكذا، هذا الحليب كامل الدسم. الحليب كامل الدسم فول كريم. فول كريم، أيوة. نعم، لا، ليس فول كريم. الحليب كامل الدسم هذا جيد للأطفال، نعم، للأطفال والشباب، هذا جيد جدا. لمن ينمو، للأطفال، للشباب، هذا جيد، ولكن للشيوخ هذا ليس بجيد. عفوا يا جماعة، في الإنجليزية نحن نقول حليب كامل الدسم، حليب هكذا. أنا لا أدري في إندونيسيا ماذا نقول، ولكن في الإنجليزية نقول كامل الدسم يعني full fat. هذا ليس جيد لأستاذة ميرنا وأستاذة نيلي وأستاذة أنا، هذا ليس جيد. وأما لي أنا مثلا، أنا أشرب كامل الدسم، هذا جيد جدا لأن أنا نحيف، أنا أحتاج إلى الدسم. طيب بسكري أيضا، نعم بسكر أيضا.
ما عزيزا حقيقة حقيقة أنا لا أتناول السكر كثيرا، يعني في اليوم مثلا أنا لا أشرب القهوة ولا أشرب الشاي ولا أشرب أي سكريات، أنا لا أحب السكر. ربما هذا الذي يسببني نحيفا، ربما. طيب 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 نحن الآن نتكلم عن الفقرة. الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض، يحذرون يعني يذكرون ينبهون، يعني الأطباء يقول لا تأكل، لا تأكل هذا، لا تأكل هذا، لا تشرب هذا، هذا معنى يحذر. طيب والحليب كامل الدسم، طعام الأبيض، الأطباء يقولون ابتعد عن السكر، يعني لا تأكل السكر، لا تتناول السكر، ضع قليلا منه في الطعام، لا تأكل إلا قليلا، لا تأكل خبز الأبيض، الخبز الأبيض مثل ساريراتي هذا ليس بجيد، كل الخبز الأسمر، الخبز الأسمر. ما معنى أسمر؟ لحظة، أنا لدي هذا أسمر، هذا أسمر، الخبز الأسمر، نعم أسمر يعني لون، لون أسمر، هذا أسمر. براون رايس لحظة لحظة، هذا الأرز الأسمر، شوكولات أسمر. طيب الأطباء كوميرا يقولون لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر، يعني الخبز الأسمر أحسن من الخبز الأبيض. أنت يا أستاذة، هل أنت تأكلين الخبز الأبيض؟ لا لا، لا هذا جيد، لا الخبز الأبيض ليس بجيد. طيب لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية، الآن كثير من الناس يتبعون الحمية مثل أستاذة نيلي وأستاذة ميرنا أيضا، وأنا لا، أنا لا أتبع الحمية، أنا نحيفا جدا. لماذا أتبع الحمية؟ فيأكلون الله قليلا من اللحم الأحمر والبيض، لحم الأحمر مثل لحم البقر ولحم الغنم، هذا يسمى لحم الأحمر، ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه، هذه كلها الطعام الصحي، السمك، الدجاج والخضروات والفواكه. طيب فهمتم الفقرة الثالثة؟ جماعة أنا سأقول لكم، هذا النص صعب جدا بالنسبة لكم، هذا النص صعب جدا، يعني ربما بعضكم لا يفهمون هذا النص، لذلك بعد الدرس اقرأ هذا النص، افهموها في البيت، ابحث المعنى في المعجم، ابحث المعنى في الجوجل، على كيفك، ابحث المعنى على الجوجل ترانسليت مثلا، أو على المعجم، أو على القاموس، المهم أنك تقرأ وتبحث عن المعاني، لا تتكاسل، اقرأ في البيت. طيب طيب الفقرة الأخيرة، من يريد القراءة؟ الفقرة الأخيرة، لا أحد، لا أحد يريد القراءة. أنا فن أستاذة أستاذ خير الدين تفضل. فن تدي سينيورنا بقول صحيح، دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأعراف 31 ثلاثة، واحد وثلاثة. وقال الرسول
الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وئاء سرا من بطنه بحسب ابن آدم أكالة يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه لنفسه وثلث لنفسه. نعم لنفسه، ليس لنفسه ولكن لنفس، نفس نفس يعني هذا نفس. نفس. طيب يا جماعة، في الفقرة الأخيرة نحن نقرأ دعا الإسلام إلى الحمية، يعني ديننا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الحمية، يعني الدين لا يحب الإنسان الذي يأكل كثيرا، ولكن الدين يحب من يأكل قليلا. أها، لماذا؟ لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة، إذا كان الإنسان أصابه البدانة فكيف يصلي؟ فكيف يقرأ القرآن؟ فكيف يدرس؟ هو سيتكاسل، صحيح؟ صحيح. إذا كان الإنسان سمين جدا، هناك إنسان سمين جدا أصابه بدانة، فكيف هو يصلي؟ كيف هو يدرس؟ كيف هو يقرأ القرآن؟ هو لا يستطيع، لأنه أصابه بدانة، فهو سينام دائما على السرير، صحيح؟ نعم. لذلك الإسلام لا يحب من كان سمينا جدا، لا يحب البدانة. طيب، قال الله تعالى في القرآن: وكلوا واشربوا. كلوا واشربوا يعني تفضل كل، تفضل اشرب، ما في مشكلة، كل واشرب، ولكن لا تسرفوا، يعني لا تأكل كثيرا، لا تشرب كثيرا. مثلا أنت يكفيك وجبة، وجبة في الفطور مثلا، لا تأكل أنت مثلا في الفطور تأكل ماذا؟ الدجاج مثلا، كل الدجاج والبيض، ولكن لا تأكل دجاجتين ثم خبزين ثم تشرب القهوة والشاي، هذا يعني إسراف. الإسلام لا يحب الإسراف، فالله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، الله سبحانه وتعالى لا يحب من يأكل كثيرا جدا، ولا يحب من يشرب كثيرا جدا. طيب، هذا هو الآية. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، يعني الإنسان أحيانا يملأ بطنه بالطعام الكثير، فهذا شر جدا. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يكفي الإنسان طعام قليل حتى يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. انظر يا جماعة، هذا مثلا بطن الإنسان، هذا بطن الإنسان، معدة الإنسان، فثلث للطعام، هذا للطعام، وهذا للشراب، وهذا للنفس، نفس يعني أكسجين، هذا بطنك، البطن، بطن، هذا بطنك، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس للأكسجين، لا تأكل جميعها للطعام مثلا، هذا ليس جيد، أنت تأكل كثيرا حتى لا مكان للنفس، لا تستطيع أن تنفس، هذا ليس بجيد. طيب يا جماعة، أنا قلت لكم هذا النص ليس سهلا، هذا النص صعب جدا، لذلك بعد الدرس في البيت اقرأ وافهم، ابحث المعنى في المعجم، ابحث المعنى في القاموس، ابحث المعنى في الجوجل،
يعني الطريقة سهلة الآن، هناك جوجل، هناك إنترنت، هناك معجم مجانا في الإنترنت، لكن أنت لا تتكاسل. نحن الآن لا يمكننا أن نترجم واحدا واحدا مثل الكتاب العربية بين يديك في الجزء الأول، نحن نترجم واحدا واحدا. هذا صحيح؟ صحيح صحيح يعني في الكتاب الأول، في الكتاب الأول نحن نفهم النص، نترجمها واحدا واحدا، هناك بعض الصورة، ولكن الآن هذا كتاب الثاني، إذا نحن نقرأ هذه النص في البيت، نبحث عن المعنى في الجوجل، في المعجم، هكذا. لا تعتمد على الدرس، صحيح؟ طيب. طيب يا جماعة، هذا درسنا الآن، نختتم إلى هنا، شكرا لكم، نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، جزاك الله خير. إلى اللقاء، مع السلامة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.